مساء الخير مشاهدينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء في الساعة 10 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا، نستقبل استفهاماتكم وأسئلتكم عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، وينوه بأن البرنامج لا يشخص الحالات ولا يصف الأدوية، وإنما يقدم استشارات مبدئية. مشاهدينا، يعتمد الإنسان على الحواس الخمس للتأقلم والتكيف مع العيش في البيئة المحيطة به، حيث تكمل الحواس الخمس بعضها البعض، ويسعى الإنسان دائما للحفاظ عليها سليمة حتى يعيش حياة طبيعية دون كدر، حيث لا تقل أي حاسة أهمية عن الأخرى. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن حاسة السمع. دعونا ننتقل وإياكم بداية إلى التقرير التعريفي حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم والذي أعده لنا الزميل محمد الياسي، ومن ثم لنا عودة. ابقوا معنا. حاسة السمع من الحواس الخمسة التي أنعم الله بها علينا، وضعفها يحدث نتيجة التعرض لبعض العوامل سواء كانت داخلية أو خارجية، من مثل حدوث مشكلة في طبلة الأذن أو بسبب التهاب فيروسي أو تجمع مياه خلف طبلة الأذن. ومن الممكن أن يكون الخلل في الخلايا العصبية ذاتها، وبالتالي تصبح الأذن غير قادرة على استقبال الذبذبات والإشارات الكهربائية وإيصالها إلى الدماغ. ضعف السمع مشكلة صحية تتزايد كلما تقدم الإنسان في العمر، نتيجة حدوث بعض الأضرار في قوقعة الأذن، والذي يسبب تلفاً جزئياً أو كلياً في الشعيرات والأعصاب الحسية الواصلة للمخ، فيتعذر عليها إيصال الإشارات الكهربائية بالشكل الصحيح، وينتج عن ذلك صعوبة بالغة لدى الإنسان في فهم ما يجري حوله. تتباين درجات ضعف السمع من شخص لآخر، وهي في الغالب أربع مستويات، ومنها ضعف سمع بسيط ومتوسط وضعف سمع شديد وآخر بالغ الشدة، كما تختلف مسببات وأعراض ضعف السمع. لذا يجب إجراء فحوصات السمع بشكل دوري، وذلك تجنباً لأي مشاكل قد تصيب الأذن أو حاسة السمع. حياكم الله مشاهدينا مجددا. دعونا نتعرف أكثر على حاسة السمع ونتعرف على أسباب ضعفها وعلاجها مع الدكتور جمال قسوم، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة. حياك الله معنا دكتور. يا هلا بك. مساء الخير. سلامات. يا هلا. دكتور، لما نتحدث بداية عن موضوع ضعف السمع، فعن ماذا نتحدث؟ تعريفه. ضعف حاسة السمع في له درجات ولا أسباب، يعني التقرير اللي قدمته كان شامل. نعم. خلينا الدرجة فيه نفصل فيه شوي. ممتاز. عندك البسيط اللي هو بحدود السمع الطبيعي بالديسيبل. ديسيبل هو مقياس شدة الصوت. نعم. السمع الطبيعي من ناقص 10 إلى 25 ديسيبل. نعم. ممتاز. هاي الرينج، في رينج للسمع الطبيعي من 26 إلى 40 ديسيبل، هذا تسميه نقص سمع خفيف. نعم. هذا ما بيقدر يسمع الكلام المهموس. الكلام المهموس شدته 30 ديسيبل. ما بيسمعه، بس الكلام العادي بيحكي بيسمعه. نعم. من 41 لل 55 هذا بنسميه متوسط. اللي هو بدك تعلي صوتك شوي لتحكي معه. نعم. شدة الصوت المحكي هو 60 ديسيبل. هلا أنا عم بحكي 60 ديسيبل. هذا متوسط. من ال 75 من ال 55 لل 70 ديسيبل الملحوظ. ليش سموه ملحوظ؟ كانوا يسموا من ال 41 لل 70 متوسط. نعم. بعدين الجمعيه العالميه صنفته لانه الفاصل هو ال 55 ديسيبل اللي هو الكلام المحكي. نعم. سموه ملحوظ او مارك لانه واضح، حتى السماع الصوت المحكي ما عاد عم يسمعه. نعم. من ال 71 ديسيبل لل 90 اسمه الشديد.
بدك تعلي حتى اذا عليت صوتك كثير ما بيسمعك، حتى اذا سمعك ما بيفهم شو عم تسمع. نعم. من ال 91 وما فوق بسموه العميق اللي هو البروفاوند ديفنس، هذا اللي بيلزمه زرع قوقعه. نعم. فاذا هي درجات نقص السمع. نعم. اما الاسباب اذا بنرجع المجسم طبعا شرحوه عنكم يعني كان شامل الريبورتاج اللي انحط هلا. نعم. هي مثل ما بتعرفوا عنا الاذن الخارجيه. نعم. مجرى السمع، الطبله، عظيمات السمع، الاذن الداخليه. اي عائق يمنع دخول الصوت من الوسط الخارجي الى الاذن فهذا يسبب نقص السمع. نعم. نبدا باسهل الاسباب. نعم. ابسط الاسباب واشيعها. نعم. الشمع او السداده السملاخيه باللغه العربيه. نعم. هي يعني اشياء الاسباب اللي هو بتوقع بده يخرب بشغلات متاهات كبيره. لا لا لا، ابسط سبب هو السداد السملاخيه عملت اعاقه. نعم. ما دخل، عملت اعاقه، ما دخل الصوت لمجرى السمع، والتالي ما دخل للوسطى او الداخليه. في انسداد على اساس انه في انسداد. نعم. سهله كثير، بروح اي عياده اي طبيب اذن حنجره بنضف له اياها بيرجع سعيد. نعم. نحن ننبسط لانه اسهل شيء ممكن تعالجه. صحيح. بعدين اي تضيقات مجرى السمع او وزمه مجرى السمع او التهاب شديد، اوقات بيسكر مجرى السمع التهاب الاذن الوسطى الحاد خاصه. نعم. عند اوقات اللي بيسبحوا كثير وكذا ممكن دي وزمه شديده تسكر المجرى ممكن تعمل. فاذا الاستاتنا بالاذن الداخليه او دكتور اسمح لي اقاطعك هنا الان، لما يكون فيه انسداد بسبب وجود الصملاخ او الشمع، هل هذه الاذن نعتبرها الاذن الخارجيه ام الاذن الوسطى او مدخل الاذن الخارجيه؟ الخارجيه. الاذن الخارجيه من الصيوان لمجرى السمع عند غشاء الطبل. نعم. من بعد غشاء الطبل الاذن الوسطى اللي فيه عظيمات السمع. نعم. فاذا المطرقه والسندان، المطرقه والسندان والركابه. نعم. هلا هون قد يكون حالات ولاديه. نعم. هي ضمور الصيوان وانسداد مجرى السمع الولادي. نعم. هلا بنحكي عليه شو الحلول، في له حلول كمان حديثه حاليا. نعم. طيب انفقابات الطبله، اذا انفقبت الطبله، الطبله اللي تهتز. نعم. بشكل جيد. نعم. الطبله اللي تهتز بشكل جيد بدها تكون سليمه. نعم. اي ثقب فيها بخف من اهتزازها. صحيح. وبالتالي بيأثر على نقل الاصوات للعظيمات. صحيح. لانه عظمه المطرقه مثلكم ما شايفين هون ملتصقه بالطبله اللي هي اول عظمه. عظمه المطرقه متصله مع عظمه السندان اللي هي الثانيه. نعم. مطرقه وسندان. نعم. ثم الركابه، الركابه متصله مع الاذن الداخليه. نعم. الاذن الداخليه بتستقبل الأصوات على أساس اهتزازات. نعم. بتعرف الصوت هو عبارة عن اهتزاز الجزيئات في. نعم. الهواء. فإذا بتوصل الاهتزازات لضمن. نعم. الأذن الداخلية. نعم. تتحرك مثل ما أشوف الصورة اللي أطالع. نعم. على الشاشة، تتحرك الـ 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 السوائل ضمن الأذن الداخلية. نعم. وبالتالي تتحرك الشعيرات. اللي انشرحت بالفيديو الموجود. نعم. الشعيرات الموجودة، الشعيرات الحساسة الموجودة بالإذن الداخلية. نعم. عندما تتحرك الشعيرات الموجودة في قمة ذروة الخلايا الموجودة بالإذن الداخلية أو القوقعة، هي شكلها مثل القوقعة لذلك سموها قوقعة. نعم. تتحرر نواقل كيميائية من ضمن الخلية. نعم. هذه يمكن الآن نشوفها، هاي الشعيرات، شايف. نعم. هاي الشعيرات اللي عم تطلع نتيجة اهتزاز غشاء الطبلة. صحيح. فإذا الاهتزازات تحولت لاهتزاز السائل. نعم. اللي هز الشعيرات وبالتالي نبه العصب السمعي، لأن الشعيرات موجودة بقمة الخلية والعصب السمعي بقاعدة الخلية. نعم. عندما تتزوأ الشعيرات أو تتحرك تتحرر نواقل كيميائية، ليك هون في ضمور جزئي فيها. نعم. تتحرر نواقل كيميائية ضمن الخلايا، بقاعدة الخلية موجود العصب السمعي، فالشعيرات بالقمة، الخلايا هون، تحرك الشعيرات بنبه النواقل، بنبه العصب الموجود بقاعدة الخلية. نعم. عندما يحصل ضمور جزئي، كمان ورجوه بالريبورتاج، ضمور جزئي بالخلايا، فإذا تحتاج إلى تقوية الصوت. نعم. تقوية الصوت، الشعيرات اللي ما عم تتحرك للصوت العادي، وبتحط السماعة، السماعة ما بتحسن السمع. هلا في 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 فكر خاطئ انه انا احط سماعة بتحسن السمع ممكن استغني عنها بعد فترة، لا لا لا. السماعة زي النظارة، بتقوي الصوت بشكل، بتقوي الاهتزازات. نعم. بشكل، هي شايفة الشعيرات اللي. نعم. ضامرة بشكل جزئي اللي ما تنبهت للصوت العادي، وتجيها. نعم. صوت قوي. نعم. بتتحرك وبتتحالي بتنحل المشكلة. نعم. اما اذا كان هناك ضمور شامل لهذه الشعيرات، فاذا. نعم. لو حطيت سماعة ما في شعيرات تتنبه أو تتحرك،
عندها تستطب عملية زرع القوقعة، وبالتالي نضع الحلزون أو القوقعة الاصطناعية بجانب الألياف العصب السمعي لتنبيه العصب السمعي مباشرة دون الحاجة إلى الخلايا اللي بالأصل هي ما عم تشتغل، وبالتالي تجاوزنا القوقعة الطبيعية اللي هي ما عم تشتغل بالأصل. هذا ما يسبب في المستقبل أن يكون في ضعف أيضا في خلينا نقول الوظائف الأخرى للأذن الداخلية؟ يعني في يعني هذه مرتبطة بأشياء أخرى، مرتبطة بمثل ما تفضلت القوقعة نفسها، لما تيجي تزرع قوقعة وتروح للعصب بشكل مباشر، في بعض الأجزاء في الجسم محتاجة إلى حركة الشعيرات عشان، أو في الأذن محتاجة إلى حركة الشعيرات عشان تتنبه وتتم في حركة مستمرة، صحيح ولا لا؟ بالنسبة للأذن الداخلية إلى وظيفتين، السمع والتوازن منفصلين، يعني هي القوقعة، نعم ما باين على الكاميرا، هي القوقعة، هي اسمها القنوات نصف الدائرية والدهليز أو البستبيول بالإنجليزي، هذول مسؤولين عن التوازن، هذول ما لنا علاقة فيها نهائيا. القوقعة متصلة بقناة دقيقة بيناتهم. انت يعني انت تزرع القوقعة، عم تزرع لأن القوقعة لا تعمل، فإذا هو جهاز بديل عن القوقعة. هذه القوقعة يمكن. هاي القوقعة وفوقها شايف في القسم العلوي، القسم الأصفر اللي على اليمين هو القوقعة، جزء منه هو القنوات الهلالية المسؤولة عن التوازن. عبارة عن ثلاثة سمي سيركل أو نصف دائرية. ثلاثية الأبعاد، بكل مستوى في وحدة وفيها أجهزة حساسة بتتحرر الحركة. شلون كيف ما حركت راسك عندك في قنوات منها عم تتنبه وبالتالي تعدل لك وضع راسك، هن مسؤولين عن التوازن بالجسم. القوقعة منفصلة عنهم. وأنت زرعت بالأصل لأن الخلايا المشعرة أو الخلايا المهدبة اللي عم تنبه الأصوات ما عم تشتغل، تخلي جهاز عوضة يعمل نفس العمل ولكن بطريقة مختلفة. بطريقة التنبيه الكهربائي، طبعا ما بيكهرب، هو بالمايكروفولت. بينما عادة الأذن تتنبه بالاهتزازات الصوتية أو اهتزاز السائل ضمن الأذن الداخلي. تمام. الآن فقد السمع دكتور، والشائع أنه كل من لا يسمع يعتبر فاقد، يعتبر نفسه فاقد للسمع، واحنا نقول ان فقدان السمع يمكن مش نوع واحد، في اكثر من نوع يمكن لفقدان السمع. خلينا نقول مو فقدان، نقص قصدك، نقص السمع. نقص، نعم. نقص السمع، هناك ثلاثه انواع لنقص السمع. نقص السمع التوصيلي. شو يعني توصيلي؟ اي عائق يمنع وصول السمع الى الاذن الداخليه هو اسمه توصيلي. سملاخ، انثقاب طبلة، تخرب عظيمات، أو تطلع حالات اسمها ورم العصب السمعي أو سوري ورم الكوليستريني. أي شيء بيمنع وصول اهتزازات هذا اسمه توصيلي. منع، شايف مثل ما أنا شايف، أي شيء يمنع وصول من هون للأذن الداخلي هذا توصيلي. إذا المشكلة بالأذن الداخلية هذا اسمه استقبالي. الأذن ما عم تستقبل الصوت، الأذن الخارجية ما فيها شيء، مثل الصمامي اللي بتحتاج زرع قوقعة. إذا كان اثنين موجودين مع بعضهم بنسميه مختلط، فإذا عندك نقلي أو واستقبالي ومختلط اللي هو نقلي مع استقبالي، بعض الحالات مثل حالة تصلب الركابة، تتصلب الركابة بشكل أنه ما عم تتحرك مزبوط، هذا نقلي، بس نفس الوقت المرض نفسه بيفرز سموم، ممكن تضعف العصب أو تضعف الأذن الداخلي، لذلك بصير نقص سمع اسمه مختلط اللي هو توصيلي مع عصبي بنفس الوقت. هل يمكن أن يحدث فقدان للسمع بشكل مفاجئ؟ نعم. والأسباب؟ الأسباب إلى الآن مجهولة، بس هناك تفسيرين لهذه الحالة. يعني حتى جتني مريضة من يومين أو مبارح، عندها نفس المشكلة. غالباً إما فيروسي أو وعائي. ممتاز دكتور، اسمح لي على المقاطعة، بنكمل هذا السؤال، ولكن عندنا متصل من الأخ أحمد من الشارقة. تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. السلام. الله يحييكم. تفضل. حياكم الله بالخير والنور والسعادة. حياك الله يا أخي أحمد، تفضل. الله يخليك. عندي بعد إذن احترامي ليك للدكتور ثلاث سؤالات. نعم. السؤال الأول، لما بحط الشفاعة بتاعة التليفون في وداني بحس بيجيلي صداع. يعني عشان خاطر أسمع بيها أحس بصداع. السؤال الثاني، تملي ودي، يعني في حاجات أسمعها وفي حاجات ما أسمعهاش، يعني بحس مثلا أكرر عليك أقول لك أنت كنت بتقول لي إيه.
نعم. وانا سامعك اكيد مش بتعز الكلمه اللي انت كنت بتكلمها لي. السؤال الثالث بقول لو اوزع، هل بالنسبه للودن لما كنت اروح عند اراجع الدكتور يقول لي تبلي عندك في صديد في مش عارف، لما تيجي تستحبى حط قطنه وفيها فوزدين عشان خاطر عندك التهابات داخليه. بعد اذن احترامي ليك يعني وسياده الدكتور حضره الدكتور اللي موجود عندك، يفهمني ايه الوضع اللي انا اقدر اعمله عشان اتجاوب مع هذا الشيء اللي انا بشتكي منه. شكرا وجزاكم الله خير. شكرا لك اخ احمد وما قصرت. السؤال الاول، نعم. غالبا الابن ما بتعمل وجع الا اذا في مشكله بالابن. نعم. هلا غالبا هو مشان يسمع بشكل كويس عم يحط السماعه هون، احتمال يكون عم يصير الضغط على المفصل الفكي. هو عم يحرك الفك وعم يحكي وهو عم يضغط السماعه. نعم. هذا التفسير الوحيد. نعم. لانه السمع ما بيعمل صداع، ما له علاقه القصه بالصداع وما عنده التهاب باذنه بالاصل ليعمل الم. التفسير الوحيد انه هذا الم مفصل الفك نتيجه ضغط السماعه. هاي بنشوفها كثير. نعم. هل يحدث اثناء الاكل ولا اثناء الكلام؟ نعم يحكي، هو لم يحكي وقال لك اثناء الكلام بس اثناء الكلام وتحط السماعه. نعم. غالبا عم يضغط السماعه بشكل كبير مشان. نعم. واثناء الكلام بيتحرك الفك وبالتالي غالبا نتيجه ضغط على المفصل الفكي. نعم. الصدري. نعم. هذا ما له علاقه بالموضوع. اثنين، عم يسمع بس ما عم يفهم. هلا في حالات نقص السمع بيكون طبعا في التواترات، في تواترات منخفضة، تواترات متوسطة، تواترات عالية. نعم. بالنسبة اللي بيسمعوا غالبا ما حكينا قديش عمره، بس غالبا مع تقدم العمر تنزل التواترات العالية أو يسموها سلوبينج، يعني نازل التواترات العالية بس التواترات المنخفضة. التواترات العالية فيها بالعربي اسمها الصوامت، الكونسوننت. الصوامت تحمل معنى الكلام. بينما الصوائط أو الفولز بالإنجليزي هن تواترات منخفضه. يعني انت اذا حكيت معه عليت صوتك بيقول لك ليش عم تعلي صوتي؟ عم بسمعك انا بس ما عم بفهم عليك. نعم. ليش؟ لانه رايحه منه الصوامت اللي هي بتحمل معنى الكلام. يعني اذا قلت له سعيد بيقول لك اي عيد؟ السكون. بتروح الاحرف الساكنه. نعم. الصوامت. نعم. بتروح الاحرف الساكنه منه. لذلك هو عم يسمع ما عنده مشكله بالسمع، حتى في منهم بينزعجوا يقول لك ليش عم تعلي صوتك؟ صوتك عالي كثير. انا ما عم ميز، انا عم بسمعك. المشكله عنده التواترات العاليه. تطورت الدنيا في سماعات الديجيتال بتقوي فقط التواترات اللي هي نازله، يعني تخطيطه هيك بتعمل له اياها هيك، بس ترفع له الاصوات اللي ما عم يسمعها بشكل جيد. لذلك الحل هو يجري تخطيط سمع عن طبيبه والمعينه السمعيه. نعم. كان عنده السؤال الاخير. السؤال الثالث ما كان واضح كثير. هو يتكلم عن وجود صديد والتهابات في الاذن. هلا صديد والتهابات باذنه المفروض يراجع طبيبه، ينظف له اذنه، اذا موضوع في انتقاب طبله مثل ما جفت الاذن ممكن يعمل ترقيع طبلي. نعم. يجب التاكد من عدم وجود ورم كوليستريني. هو مش ورم، هو تجمع الخلايا الجلديه ضمن الاذن بيعمل تسويس بالعظم، هذا يجب معالجته باسرع ما يمكن. نعم. طبعا يراجع طبيبه، اكيد طبيبه بيشخص له الحاله وبيعالج له اياها. دكتور انا لاحظت من خلال كلام الاخ احمد ان الحروف عنده يمكن مفخمه او الحروف ما كان نطقها بشكل صحيح، هل هذا له علاقه بالاذن ايضا؟ طبعا. هلا انت بتعاير صوتك عن طريق سمعك. نعم. اذا ما عم تسمع بشكل جيد حيكون صوتك ماله ضابط مضطرب، خاصه اذا صار له فتره طويله ما عم يسمع. لذلك في منه بتلاقينا معلي صوته، اذا خاصه اذا ما حاطط السماعه. نعم. بتلاقي معلي صوته كثير، ليش عم تعلي صوتك؟ بيقول لك صوتي مو عالي. نعم. لانه هو بالنسبه له ما عم يسمع منيح. صحيح. لذلك هو انت بتعاير صوتك، هو بالنسبه له الصوت عادي لانه سمعانه صوت خفيف، بينما. نعم. بالنسبه لك عالي لانه انت سمعك طبيعي. نعم. لذلك الحل واضح، الحل سماعه، بس ما بعرف في كثير ناس ما بيحبوا يحطوا سماعه. نعم. بيعتبروها اعاقه، انا. نعم. برايي السماعه مثل النظاره، اللي ما بيشوف منيح مثل ما بيسمع منيح. صحيح. وما له اعاقه نهائيا، والله خلق الحل وخلق اللي نستعمله. صحيح. فاذا بنخلي حياتنا كثير اوقات بنلاقي صعوبه باقناع بيكون كبار بالعمر سبعينات وثمانينات. نعم. بتقول لك يعني انا ما بحط سماعه، ما عيب حط سماعه. لا مو عيب تحط سماعه، انت عم تخلي المشكله بالموضوع شوي شوي بيتجنبوا التواصل مع الناس. شوي شوي ما حيستمتع بالفرجة على التلفزيون لانه ما عم يسمع. صحيح. شوي شوي الناس تتجنب حتى اولاده لانه حيعيدوا الكلام مره ثانيه. هذول بالاخير بصير عندهم عزله واكتئاب. نعم.
انا بقعد معهم جلسه طويله بقنعهم، بيطلع من عندي مقتنعين انه السماعه مثل النظاره بتجعل حياتك اسهل، والله خلق الوسائل لنستفيد منها. صحيح، ممتاز. كنا نتحدث عن موضوع ضعف السمع الفجائي ايضا دكتور، ولكن مشاهدينا ناخذ فاصل ومن ثم لنا عوده نستكمل حديثنا حول ضعف السمع. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم ومع الدكتور جمال قسوم استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، ونذكركم دائما بأرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، ويسعدنا دائما استقبال مكالماتكم والرد على استفهاماتكم مع دكتور حلقتنا في هذا اليوم. دكتور، كنا نتحدث عن موضوع ضعف السمع المفاجئ. هناك تفسيرين لهذا الموضوع، في الواحد تلاقي راح سمعه نهائيا غالبا احادي الجانب، اما فيروسي او وعائي، يعني انسداد باحد الاوعيه اللي بتودي الدم للاذن بيعمل هالموضوع. الحاله يجب معالجتها بشكل اسعافي، اللي هو ان كان هذا الموضوع ولا ما هذا الموضوع الثاني بيعمل حاله التهابيه ضمن الاذن، يجب اعطاء الكورتيزون بكميات عاليه حسب العمر والوزن، في معادلة معينة، 1 ميلي جرام برنيزولون على الكيلو باليوم، من 1 ل2 ميلي جرام. طبعا بنراعي انه ما بينعطى بحالات السكري وحالات الضغط، بس مضطرين نعطيه، لذلك بدنا نستشير طبيب الداخلية يراقب لنا الضغط ويراقب لنا السكري، لانه هو الدواء السحري ويجب ان يعطى، يفضل يعطى باول 24 ساعة. بنعطي موسعات اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون هو الدواء السحري بهيك موضوع، وهو على فكره اعتقد انه يمكن الكورتيزون يعني يعتبر علاج لكثير من الامراض، علاج لكثير، هو اقوى انتي انفلاماتوري، مش مضاد حيوي، هو مضاد التهاب. اي حاله بالجسم تعمل شيء اسمه انفلاميشن اللي هو التهاب مو انفكشن. لذلك يجب اعطاء الفتره الذهبيه هي اول يوم، اول 24 ساعه يجب اعطاء الكورتيزون وبكميات عاليه تتناسب مع عمر ووزن المريض، خاصه مع المال اول شيء بده ينعطى حمايه للمعده معه، لانه هو مخرج للمعده وبيرفع الضغط والسكري. من الراي موضوع الضغط والسكري، طبعا انا دائما بنسق مع طبيب الباطنيه بشكل مضطر اعطيه، لو عنده ضغط وعنده سكري بده يعدل لي الادويه لانه مضطر اعطيه. ممتاز. الان دكتور اسمح لي المقاطعه، عندنا الاخ رشيد من المغرب. تفضل اخ رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخ رشيد، تفضل. والله عندي بس سؤال للدكتور، الله يجزيك خير. تفضل. كون هذا مجال عملي بشتغل في المطار في الساحه، نعم، فبيكون في ضجيج كثير وهذا، هل هذا يؤثر على المدى البعيد او القريب على الاذن مثلا، على السمع وهذا؟ نعم. غير استاذ رشيد مثلا تفادي في سؤال اخر؟ اخر. شكرا، شكرا جزيلا على التواصل. شكرا. يمكن هذا يعني الاخ رشيد من المغرب تحدث عن موضوع العمل وسط اجواء من الضجيج، يمكن تفضلت انت وقلت ان الاصوات تصل الى 85 دسم. الهواء تعرض للضجيج يجب قياس كميه الضجيج بالمكان العمل، سواء معمل بمطار. الحد الفاصل هو شده 85 ديسيبل. نعم. فوق 85 ديسيبل ممكن يعمل اذيه، وقد تكون الاذيه دائمه. نعم. هلا بداية بتكون أذية مؤقتة، بتصير انزياح للعتبات السمعية، بعدين بتصير أذية دائمة. لذلك يجب ارتداء الوقاية، وبعدين بده ينقاس حتى بعد الوقاية انه قديش ممكن تحميه. إذا طلع وصل لل 90 يعني 5 ديسيبل تصور، المفروض ينقص عدد ساعات العمل من 8 ساعات لأربع ساعات. هناك جايد لاينز أو إرشادات عالمية حول هذا الموضوع. لذلك يجب أن يقاس مستوى السمع في مقياس صوت، في ساوند ميتر، بحط الساوند ميتر بالمكان اللي عم يشتغل فيه وبشوف قديش عم يتعرض لمستوى الضجيج. اذا مستوى اكثر من 85 ديسيبل يجب انقاص ساعات العمل او بيلتقى حل بالمكان اللي هو عم يشتغل فيه. نعم. نرجع لحديثنا، موضوع نقص السمع احنا ما كملناه، بس عندنا مكالمه اخرى من الاخ وائل من حد. تفضل. خضرا اخ وائل، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله.
تفضل طعمك الله هيك. حياك الله. أنا بدي مسي عليك وسلم على الدكتور جمال وقل له جزاك الله خير. أنا اسمي أبو لين، ما بعرف إذا تذكرني، كان عندك الحالة لين عوض. عملت له عملية زرع القوقعة في الشام، ونحن هلا كمان على تواصل مع الدكتورة بشرى، والحمد لله أموره ما شاء الله خير. وحب أتشكر وأقول لك جزاك الله خير على العمل اللي قدمته، وما شاء الله عن الحمد لله هلا هي الصف الثاني بالمدرسة، ومدرسة نظامي ما هي مدرسة يعني معاقين، وعم تتجاوب مع الطلاب وتتجاوز مع المعلمات وكله الحمد لله. هذا أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدكتور جمال والعمل اللي راح اللي سواه للبنت اللي هي وزارة زراعة القوقعة. نعم. حاب أتشكر الدكتور جمال وقول له شكرا مرة ثانية. حياك الله أخ وائل، والله يبارك فيها خير إن شاء الله. نحن الشكر يعني رب العالمين اللي أقر نعم. اللي ألهم العلماء الاختيار لاختراع هذه البديل. صحيح. ما نحن لوسيلة، شكر لرب العالمين. هلا بنحكي على الظروف مثل نجاح القوقعة، دور الأهل كثير كبير بالموضوع. صحيح. ممتاز. بس نكمل شغلة ثانية. بنعطى مع موسع أوعية عشان نكمل الموضوع ما يكون ناقص. نعم. بس الجايد لاينز العالمية يجب إجراء مرنان مغناطيسي لنفي بقية الحالات، لأنه 5% من حالات ورم العصب السمعي تجب نقص سمع مفاجئ. لذلك جايد لاينز العالمية بيقول لك يجب إجراء الرنين المغناطيسي لو أنه الاحتمال قليل بس يجب نفيه. لذلك بنعمل مرنان إجباري بهيك حالات لنعرف موضوع اللي هناك. استعمال الهايبر بارك أكسجين أو الأكسجين عالي الضغط بفيد، ما في ابحاث كثير كبيره بتقول مدى الفائده منه، اللي هو العلاج بالاكسجين. العلاج بالاكسجين. نعم. بس انا ما اكون مكان المريض، اي شيء ممكن يساعدني ممكن يساوي. لذلك هذول الاحتمالات الثانيه. فاذا الكورتيزون ضروري جدا. نعم. موسعات الاوعيه ممكن العلاج بالاكسجين. نعم. بفيد بهيك حالات. نعم. بس يجب اجراء مرنان لأن في الموضوع السوء. نعم. هلا اذا بدا بزرع القوقعة، اذا حبنا نحكي عن زرع القوقعة، نحن بنتكلم دكتور عن طبعا زرع القوقعة من الحلول والتقنيات اللي بنتحدث عنها، ايضا بنتحدث عن الاسباب، لان في بعض الادويه تسبب ايضا على المدى البعيد يعني تسبب ضعف في السمع في بعض الاحيان، وتكون من الاسباب. نتحدث عن هذا الموضوع ايضا، بما انك ذكرت القوقعة والعلاجات، عندنا دكتور التقرير عن احدث العلاجات حول هذا الموضوع، وهذا التقرير عدته لنا الزميلة شهد مهند. مشاهدينا الكرام، شوف هذا التقرير ومن ثم لنعود. أصوات عالية ومرتفعة وتلوث ضوضائي وعوامل أخرى كثيرة تقدر أنه يتسبب ضعف في السمع، ومع ذلك اتطور الطب وقدر أنه يوجد علاج لهذه المشكلة. في تقريرنا هذا بنتعرف على أحدث طرق العلاج في هذا المجال. هنتكلم اليوم عن موضوع علاجات نقص السمع بأنواعها العديدة. الحقيقة علاجات نقص السمع على حسب الحقيقة مثل ما بتعرفوا نقص السمع. نقص السمع النقلي يحتاج إلى علاجات خاصة، ونقص السمع العصبي المركزي يحتاج إلى علاجات أيضا خاصة، تتنوع ما بين العلاجات الدوائية والعلاجات الجراحية. مثلا فيما يتعلق نقص السمع النقلي، المريض الذي لديه انصباب سائل في الأذن الوسطى، هذا لا يحتاج إلى معين سمعي أو سماعة طبية أو زرع قوقعة، هذا يحتاج إلى عمل جراحي بسيط اللي هو تفريغ الأذن الوسطى من السائل وزرع أنبوب صغير يوضع على الجروميت أو أنبوب التهوية في الأذن. بعض حالات نقص السمع تحتاج فقط الحقيقة إلى علاج دوائي، مثل حالات التهاب الأذن الوسطى أو ودود السداد الصنداخية يكفي لإزالتها لتحسين السمع لدى المريض. فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التي تمت مؤخراً حقيقة وأصبحت متوفرة في مشفانا، موضوع زرع القوقعة عند الأطفال أو حتى الكبار الذين فقدوا السمع نهائياً، وهذا يكون من نوع نقص السمع الحسي العصبي، تقوم بنقل الذبذبات الصوتية من الخارج عبر هذا الجهاز الذي يدعى بالقوقعة ليتم تنبيه العصب السمعي. وهي الحقيقة من العمليات التي يجب البدء فيها عند تشخيص نقص السمع عند الطفل، وأقل يجب أن يكون أقل من بين يعني 3-4 أشهر يشخص نقص السمع، ينصح بإجراء العمل الجراحي
حوالي 6 أشهر، لكن حتما قبل السنتين العمر، حتى لا يخسر المريض تعلم الكلام ويبقى أصم أبكم طول حياته. يبدأ موضوع الانتباه لنقص السمع وتجنب الوقوع في مشكلة نقص السمع من قبل الزواج. الحقيقة انتقاء الزوج يجب أن يكون من الزواج الأقارب، وخاصة في نقص السمع الوراثي ينقص كثيرا من نسب نقص السمع، لأنه نقص السمع الوراثي ينتقل عن طريق الوراثة. أيضا النصائح في سن الطفولة، يجب تنبيه الأهل وإجراء الحقيقة دورات تثقيفية للأهل والمدرسين للانتباه ومراقبة نقص السمع لدى الأطفال وإرسالهم بالوقت المناسب. بالنهاية يجب أن ننوه إلى موضوع أصبح مشكلة عصرية في هذا الزمان، وهو نقص السمع الضجيجي، حيث أن الضجيج يؤدي إلى أذية وتلف دائم بالخلايا الحسية العصبية السمعية. تجنباً للعمليات الجراحية أو العلاجات، الوقاية والابتعاد عن مسببات ضعف السمع هي اللي تمثل خطوة مهمة وكبيرة للتعافي من هذا المرض والحفاظ على سلامة الأذن. حياكم الله من جديد، وتحية لكل من انضم لمتابعتنا. ما زلنا مستمرين معكم ومع الدكتور جمال قسوم الساري، أمراض الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة. الآن دكتور، تحدثنا عن موضوع ضعف السمع الفجائي، تكلم أيضا عن بعض العوامل اللي يمكن تساعد، لأن بعض الأدوية لها بعض الجوانب السلبية، يمكن تعالج في مكان ولكن تؤثر سلبا على أماكن أخرى. الآن هل تنضر الأذن أو السمع من استخدامات الأدوية؟ بعض الأدوية تؤذي السمع، وللأسف بعض منهم تكون الإصابة دائمة وغير قابلة للتراجع. أهم زمرة من هذه الزمر الأدوية هي الأمينوغليكوزيدات اللي هي الجنتامايسين، الكانامايسين، النيومايسين. هناك شروط عالمية لاستعمال هذه الأدوية، يعني إلى بعد ما ثبت أنه هي بس سامية للأذن وسامية للكلية بنفس الوقت. لازم تعمل صمم وتعمل قصور كلية، بس في شروط لاستعمالها. يجب اتباع هذه الشروط، وهو قياس وظائف الكلية كل يوم، وقياس مستوى هذا الدواء بالدم. وده يكون الزرع القيح أو الزرع اللي أخذناه ورد عنده التهاب بالصدر أو أي التهاب، بيفيد انه بس فقط هذا الدواء اللي يفيد، لانه اكيد في بدائل كثير ممكن نستغني عنه. في ادويه سرطانيه مثل السيسبلاتين بتعمل، الاسبرين بجرعات عاليه بيعمل. فاذا اكيد كثير في ادويه متعدده، بس صار استعمالها قليل هذه الايام. لذلك يجب تجنبها ما امكن. يعني انا بتذكر كنت بلجنه تحقيق عن طريق محكمه دبي، للاسف احد الزملاء استعمل شيء 10 ابر لطفله، راح سمع نهائيا بعد استعمال الجنتامايسين، وبالتالي اضطرت تعمل زرع قوقعة بالطرفين من وراء استعمال الجنتامايسين. لذلك بننصح زملائنا اتباع القواعد العالمية لاستعمال هذا الدواء، وما يستعمل بشكل اعتباطي، بده يكون بشكل مدروس، وحسب الزرع الجرثومي مو على كيفنا، بده يكون الزرع الأثومي يفت هو الدواء الوحيد، واتباع القواعد اللي قلت عليها. العوامل الوراثيه دكتور هل تؤثر؟ هل انا اجريت دراسه على اول 225 مريض عملت لهم زرع. اول 225 مريض. حضرتك قمت بما يقارب اكثر من 1275 عمليه، والحمد لله الى الان ما شاء الله بنسبه مضاعفات صفر. وهذا يتجاوز النسبه العالميه اللي هي من 1-2% باحسن المراكز العالميه، الحمد لله. أجريت دراسة على أول 225 مريض. أنا دائما بحضر مؤتمرات عالمية وبقدم الأبحاث اللي بقدمها لمنفعة للناس، المنفعة أول شيء الأطباء نوصل المعلومة، ومنفعة للناس اللي بتسمع. أول 225 عملية عملت عليهم دراسة، الثلث كان في إصابة وراثية. الأخر زميلنا حكى على موضوع الوراثة، فإذا العائلة فيها الإصابة الوراثية. الثلث الثاني كان الام والاب رايبين، فاذا ما عندهم اصابه وراثيه، بس اولاد عم اولاد خاله،
غالباً إذا احتمال فإذا الثلثين احتمال إصابة وراثية. الثلث الثالث كان إصابة مكتسب. على رأس هذه الأسباب هو التهاب السحايا. التهاب السحايا أو الأغلفة المحيطة بالمخ معروف التهاب السحايا. في الإمارات يسموه التهاب سحايا صح؟ هذا التهاب السحايا ممكن أدي للصمم. التهاب السحايا صار في صمم يجب إجراء الزرع بشكل إسعافي. يعني متى ما طاب من التهاب السحايا يجب إجراء السبب. متى ما قال طبيب تخدير هو عصبيا جاهز، هو تعافى السحايا تعافى الدماغ عنده، يجب إجراء الزرع لسبب وجيه جدا. إنه التهاب السحايا بيعمل تكلس بالقوقعة، بيعمل التهاب بالإذن الداخلي أو القوقعة، والتهاب أوسيفيكانت لابرينثايتس يعني التهاب التهليز الأذني المكلس، وبالتالي بيصير تكلس خلال ممكن خلال فترة أسابيع. إذا صار تكلس ما تصير العملية، فإذا يجب إجراء العملية قبل ما يصير التكلس، وبالتالي أنقذنا الأذن، رجعنا الأذن يسمع، إنه هذا بيسمع كان بيسمع قبل موضوع التهاب السحايا شو ما كان عمره، لذلك يجب إنقاذه. هاي العملية إسعافية، هاي الاستطباب اللي بنعمل العملية قبل عمر السنة. عدا ذلك هو العمر النظامي للعملية هو عمر السنة. بس إن شاء الله عمره 4-5 شهور إذا ثبت إنه كان يسمع وما عاد سمع نتيجة التهاب السحايا يجب إجراء العملية باكرا ما أمكن. وأنا عملت مرة بعمر 6 شهور عملية لأنه بدنا ننقذ السمع، ما بدنا إنه بدأ حسب الطواقي المحوري بدأ يصير تكلس، تم إنقاذ الأذن وإجا يعني صار الطفل يسمع بشكل طبيعي. بعض الناس بعض الأحيان يعني يستهين بالنكافة ونزف الدم، هل أيضا هذه من العلامات أو الأعراض إن الأذن بدأت تتأذى دكتور؟ أصدق الرعاف ولا؟ أي نعم أن يطلع دم من الأنف من الأنف. لا ما بزن ما له علاقة بالأذن. عند الأطفال غالبا سببه اللعب بالأنف. وعند الكبار سببه ويكون أمامي من المنطقة الأمامية اللي اسمها منطقة التلث الأوكيربي موجودة بالنهاية الأمامية للوتيرة. عند الكبار سببه ارتفاع الضغط خاصة ارتفاع الضغط الفجائي بيكون غالبا نزف خلفي. بالنسبة للأهل طريقة بسيطة جدا لإيقاف النزف، لا يحطوا لا قطن ولا بن ولا أي شيء. الضغط على القسم الطري جناح الأنف. لأنه النقطة اللي ناسفة تماما تحت الوتيرة لمدة 10 دقائق متواصلة. بس الضغط هون الطفل عم بحكي. رأسه للأمام فاتح تمه متنفس من تمه، تضغط على جناح الأنف لمدة 10 دقائق. ليش 10 دقائق؟ لنتجاوز زمن النزف والتخفر. وبالتالي بوقف الدم. ممتاز ماشي. نعم. ممكن كمادات بارده تساعد. بالنسبه للكبار بده يراجع المستشفى لانه غالبا بده دكات انفيه لانه غالبا بيكون عنده نزف خلفي. وغالبا ارتفاع التوتر الشرياني هو السبب. ممتاز. بنتحدث دكتور عندنا فاصل الان اللي خاص بالتغذيه، والتغذيه ايضا ضروريه، وبعد التغذيه ان شاء الله بتحدث عن موضوع زراعه القوقعه واحدث العلاجات مثل ما كان موجود في تقرير لهذا اليوم. مشاهدينا دعونا ننتقل سويا الى فقره الغذاء الصحي الذي اعدته لنا الدكتوره نجلاء درويش عبيد أخصائية التغذية السريرية، ومن ثم لنا عودة. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا في فقرة جديدة من فقرات التغذية في برنامج عيادة على الهواء. بنتكلم اليوم عن الأغذية التي تساعد على تقوية السمع أو لدى الأشخاص المصابين بضعف السمع. طبعا مهم جدا التركيز على الأغذية التي تحتوي على فيتامين ألف. عندنا مثل الجزر هاي ممكن نركز عليها، وحتى الأطعمة اللي مثل الكبدة الأشياء تحتوي على فيتامين ألف تساعد على تقوية السمع. كذلك الأغذية الطازجة عندنا مثل الخضروات والفواكه، ومهم جدا التركيز على الأغذية التي تحتوي على فيتامين دال والكالسيوم. طبعا مثل ما نحن نعرف أن فيتامين دال ممكن الشخص يأخذ يكتسبه من التعرض لأشعة الشمس في فترات معينة، فترة الصباح وحتى فترة قبل الغروب. والكالسيوم كذلك موجود في العديد من منتجات من الحليب الطازج ومنتجاته، يفضل أن الشخص يأخذها بشكل منتظم. كذلك عندنا التوت البري، عندنا البطاطا الحلوة يفضل التركيز عليها لأن هذه الأطعمة اللي هي تؤدي إلى تقوية السمع. مهم جدا الحفاظ على نظام غذائي متوازن وطازج، والابتعاد حتى عن الأطعمة اللي هي تكون مصنعة. وكذلك نحب نذكر فوائد شرب الماء، مهم جدا الواحد يأخذ يعني الكميات المناسبة من الماء. مهم جدا التركيز على عنصر المغنيسيوم المتواجد في الأطعمة المجففة، وكذلك الأرز البني. نشوفكم إن شاء الله مشاهدينا في مواضيع جديدة من فقرات التغذية في برنامج عيادة على الهواء.
كل الشكر والتقدير للدكتورة نجلاء على ما قدمته لنا من معلومات مفيدة. ومستمرين معكم مشاهدينا والدكتور جمال قسوم الساري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة. دكتور احنا نتكلم عن موضوع زراعة القوقعة من العلاجات اللي موجودة في هذا الموضوع. حدثنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور. هلا في شيء اسمه الظروف المثلى لنجاح العملية. أهم ظرف هو عمر المريض. كل ما كان عمر المريض أصغر كل ما كان أحسن. العمر العالمي اللي متعارف عليه عالميا هو عمر السنة. عمر السنة بداية من السنة. ليش سنة؟ أول شيء بدك تعمل له اختبارات سمعية لتتأكد أنه ما بيسمع. مو بس ما بيسمع، بدك أدنى الدرجة أنه هو عميق. إذا متوسط الحلمون زرع، الحل هو المعينة السمعية أو السماعة. فإذا في نوعين من الاختبارات نعملهم، اختبارات شيء اسمها موضوعية أو objective بالإنجليزي، واختبارات شخصية. الموضوعية تخطيط جزء المناخ، البث الصوتي، اختبار منعكس الركابة، اختبار المعاوقة. هذول أوقات جذع الدماغ أوقات بياخذ لعمر 6 شهور ليصير في نضج ليقدر يعطينا استجابة. فإذا أنا ما بقدر أخذ استجابة من جذع الدماغ، طبعا مو بكل الأحوال، في حالات ما بيعطيني استجابة مضبوطة لعمر 6 شهور، بدي أنطر إجباري لعمر 6 شهور لأخذ استجابة من جذع الدماغ أقدر أثق فيها صار في نضج بجذع الدماغ. هاي الاختبارات الموضوعية. في الاختبارات الشخصية من عمر 7 شهور، إذا كان التطور الحركي التطور الروحي الحركي للطفل طبيعي بيقدر يثبت رقبته ويلتفت نحو مصدر الصوت. نعطي شيء اسمه نعمل اختبار شخصي، يعني نعتمد على استجابة الطفل، يلتفت نحو مصدر الأصوات لأنه يقدر يثبت رقبته. تعطي صوت على اليمين صوت على اليسار، بتعلي الشدة وتوطيها، شو أنت العتبة السمعية تبعه. دكتور ناخذ فاصل مشاهدينا، ومن ثم لنا عودة نستكمل حديثنا حول زراعة القوقعة. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. ودكتور كنا نتحدث عن موضوع زراعة القوقعة، وذكرت أنت فترة السنة. والاختبارات فترة 7 أشهر تكون أفضل مع بداية الشهور الأولى من الولادة. كمان الاختبار الساحة الحرة اللي بنحكي عليها. إذا الطفل ما استجاب بشكل جيد في اسمه اختبار الساحة الحرة بالتعزيز البصري. يعني في سبيكر في فوقه تيدي بير أو أي لعبة بتضوي. لذلك وقت بيلتفت على مصدر الصوت بيلاقي في الشغلة مفرحة بالنسبة له. هذا اسمه التعزيز البصري. وبالتالي الطفل بحس بتعززه أنه يستجيب للصوت. صحيح. نعمل له بدون سماعة ومع سماعة. نعيده كذا مرة. لعمر السنة. عمر السنة إذا أثبتت الاختبارات ومنقطع المعلومات بين الاختبارات الشخصية والموضوعية. يعني في العمر المبكر والشهور الأولى يعني مش أكيد بأن هذا الطفل فاقد، يمكن بعد فترة يعني ما يكون فاقد أو يعني. لذلك يجب التأكد. ونحن دائما نحس بأن الولد لفترة 4 إلى 6 أشهر دائما نعتقد بأن في عندي التهابات في الأذن وبالتالي كثير البكاء. مثل ما قال زميلنا السائب الأذن الوسطى هو من أشياء الأسباب. هذا بس هذا بيعمل نقص سمع خفيف، ما بيعمل نقص سمع عميق. طيب لذلك نترك فترة السنة لسببين. أول شيء نتأكد موضوع العتبة السمعية والحل هو سماعة ولا قوقعة. واحد. اثنين لنتأكد من الاختبارات تبعنا مثل ما حكينا الاختبارات الشخصية والموضوعية. ثلاثة بتكبر الأذن. نحن ندخل من خلف الأذن يكون في خلايا خشائية تستوعب القسم الزائد من القوقعة. لأنه إذا حط شيء هو شو القوقعة عبارة عن كابل كهربائي بيدخل بيلف ضمن القوقعة. نترك قسم زائد بالخلايا الخشائية اللي موجودة خلف الأذن تكون شوي كبرانة لتستوعب.
لأنه إذا كبرت الرأس شو ما تطلع القوقعة من مكان. نعم نعم. فإذا الأحسن هو عمر السنة. الفترة الذهبية لتعلم الكلام واللغة هي أول 5 سنين من العمر. نعم. ليش؟ في شيء تعبير بالإنجليزي بتكون للبرين بلاستيسيتي أو الجسم الدماغ لتعود على وظائف جديدة. فإذا هي الفترة الذهبية 5 سنين الأولى بتخف كتير بين 5 و10 بتخف كتير بين سن 10 بتصير بيسمع بس ما بيستفيد مثل الطفل اللي عمره سنة. نعم. فإذا يجب إجراء العملية بالفترة الذهبية لسماع الفترة الذهبية لتعلم اللغة اللي هي عمر السنة. نعم. ماشي. 2 بنعمل له اختبارات سمعية حكينا عليها تثبت انه بحاجة لها. 3 بنعمل اختبارات شعاعية بنعمل له طبقي محوري نتأكد من القوقعة طبيعية. نعم. بنعمل له رنين مغناطيسي نتأكد موجود العصب اللي احنا ننبهه. نعم. نعم. بعدها يجب يعني انت اذا عملت العملية بس بدك مراكز. صحيح. بدك مراكز تأهيل. التأهيل يعكس نتائج العملية. إحنا بنعمل عملية ناجحة 100% دخلت القوقعة. إذا ما في تأهيل جيد ما هيستفيد الطفل. إذا يجب وجود تأهيل جيد. العامل الأساسي هو دعم الأهل. الأهل إذا كانوا متبنين الموضوع وعم يساعدوا بشكل جيد جدا لأنه إذا عملوا الجلسة ساعة بالبيت بده يعيش عند المدربة بده يعيدها 10 مرات بالبيت. إذا دور الأهل كبير مثل ما شفت الأخ المتحدث اللي حكى أكيد دورهم كبير بالموضوع. لو وصلت بنتهم وصلوها لبر الأمان. أنت عمليا عم تنقل من عالم الصم إلى عالم الـ 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 الأصحاء. صحيح. بصير مثلي ومثلك خاصة إذا راحت بالطرفين اللي حاليا. احنا ما نتكلم عن الاهل نتكلم عن البيئه المحيطه سواء كانت الاهل الاقارب المدرسه الاماكن العامه كله بده يساعد كله بده يساعد منين ما سمع الكلمه بيقدر يعيدها. نعم. هلا اول شيء حديثا اخر 20 سنة صرنا نزنع بالطرفين ما طرف واحد. نعم. خلي تصل الاجابه اول شيء بتصل الاجابه لقشره الدماغ بالطرفين. 2 بصير عنده توجه للاصوات انه اذا زرعت له طرف واحد ما يقدر يميز صوت يمين ولا يسار. زرعت له بطرفين بيميز. بالإضافة الإفادة من القوقعتين 1+1=2 1+1=2 1+1=4 لأنه عم توصل الإشارة قشرة الدماغ بالطرفين. هلأ في ناس بيقول لك التكلفة غالية. أجرت دراسة مع جون هوبكنز بإنجلترا لقوا أنه حسبوا تكلفة الطفل بالمدرسة الصم والبكم ليصير بكالوريا وتكلفة الطفل الطبيعي مع تأهيله لأي مهنة بعدها وتأهيل الطفل العادي. لو وحطوا زرع القوقعة مع التأهيل لقيت الدولة الأمريكية عم توفر من 150 ل 225 ألف دولار بإجراء العملية. فإذا الجدوى الاقتصادية هي كبيرة فيها توفير على الدولة فلوس لأنه التأهيل اللي عملت له الزرع. صحيح. أنت عملية عم تحطه بمدرسة عادية. نعم. فإذا خففت النفقات. نعم. فإذا نحن نعرف الجهاز غالي بس بالمجمل سوف يوفر النفقات على الدولة. دكتور الوقاية. الوقاية إذا بنحكي على الوقاية 1 مثل ما قال زميلنا تجنب زواج الأقارب ما أمكن. نعم. هي ضرورية جدا. التداخل المبكر. نعم. التداخل المبكر يعني المسح السمعي لجميع الولادات. والحمد لله بدولة الإمارات عم يصير مسح لكل الولادات الجديد. نعم. مسح سمعي. المسح السمعي يؤدي للتداخل المبكر. بالنسبة للبالغين تجنب الضجيج العالي اللي هو ممكن يؤدي للسمع. نعم. الآن دكتور طبعا احنا دائما ننصح حتى الأسرة في البيت مراعاة هذا الموضوع وخاصة مع الأبناء لأن تعرف في بعض الأحيان يمكن الولد يستحي حتى من وضع السماعة مثل ما أنت تفضلت بالتالي محتاج هذا الموضوع نفسي أكثر ما أنه أي شيء ثاني عشان ما يحس الولد أو هذا الطفل الفرق بينه وبين زملائه. يعني أنا بوجه رسالة للأطفال اللي عندهم الموضوع. 1 السماعة مثل النظارة اللي ما بشوفه منيح مثل ما بسمع منيح. نعم. فإذا بعدين إذا ما حط السماعة أنا دائما بشرح له إذا أنت ما حطيت السماعة ما عم تلاقي صعوبة بالتواصل مع اللي معك. نعم. ما عم يسألوك من الشرق بتجاوبه من الغرب. نعم. طب اوكي حط سماعة وحل الموضوع يعني مثل كانك ما عم تحط نظارة وما لك شايف البعيد. صحيح. لا حط النظارة بشوف طبيعي. كل الشكر والتقدير للدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأيضا زراعة القوقعة على ما قدموا لنا في هذا اليوم. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا أجمل التحايا ودمتم بصحة وعافية. We'll be right back.
I'm gonna be a little bit.